احلل وافسر على لابد من تلك المعالجه في الوقت الحالي، لان اي معالجه خلاف ذلك تؤدي الى ما هو سلبي، تؤدي الى تزايد حاله الانفلات، تؤدي الى تزايد حاله الاحتقان بين الشعب المصري الاسلامي والمسيحي. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود سعد الدين رئيس قسم الحوادث بجريده اليوم السابع. معنا ضحى الزهيري الصحفيه من وسط القاهره. ضحى، هل تابعتي ما جرى اليوم؟ نعم محمود، انا هنا الان قريبه جدا من مبنى مسيرو وعبد المنعم رياض. منذ 10 دقائق تقريبا جاءت مجموعه كبيره جدا من ناحيه دوران شبرا اتجهت الى مسيرو. هي مجموعه كبيره جدا انضمت الى مجموعه كانت موجوده بالاساس في ميدان عبد المنعم رياض، واتجهوا جميعا الى مبنى مسيرو وكانوا يحملوا بعض الاسلحه البيضاء. هم الان يقفون على اعلى الكوبري، كوبري 6 اكتوبر، ويطلوا على جزء منهم واقف فوق الكوبري يطل على مبنى مسيرو وجزء اخر على الارض في اتجاه مسيرو. ما يحدث الان محمود هو عمليات كر وفر فيما بين قوات الامن وما بين المتظاهرين. هم جاءوا مسلمين ومسيحيين بأعداد كبيرة، يقولون أنهم مسلم ومسيحي إيد واحدة، وبدأوا يرشقوا الأمن بالحجارة، وكما قلت لكم معهم أسلحة بيضاء، ولكن الأمن من ناحية أخرى أيضا هاجم المتظاهرين وحاول إبعادهم عن عن مسيرو. فالأحوال تهدأ بين وقت الوقت والآخر ثم تعود إلى الأجواء المشحونة مرة أخرى. لا يبدو أن الأمور ستهدأ قريبا، لأن الأعداد كما قلت لك هي كبيرة وفي ازدياد. الأعداد كانت كبيرة أصلا وانضمت إليها أعداد أكبر من دوران شبرا وأخرى من الإسعاف. محمود أعود إليك إذا كان لديك سؤال. نعم ضحى، فقط هل الوضع أشارت بعض المواقع الرسمية إلى أن حدة التوتر قد هدأت في اللحظة التي نحن فيها، لكن كما يبدو من شهادتك للأحداث أن عمليات الكر والفر هذه تشير إلى أن التوتر لم يهدأ. هل الأمر مرشح برأيك أو كما ترين من واقع ما تريناه على الأرض، هل الأمر مرشح لمزيد من التوتر؟ هل الأمر مرشح لمزيد من القتلى أم أن الفترة التي استخدم فيها الرصاص الحي والدس في العربيات بحسب الروايات المتضاربة قد انتهى؟ في طريقي الى الميدان انا الى ميدان التحرير في الاول ثم الى عبد المنعم رياض، انا شاهدت بعيني كثير جدا من المصابين وشاهدت ايضا سيارات اسعاف. انت الاخبار او المصادر التي تقول ان هناك حاله هدوء في هذه اللحظه بالتحديد، نعم هناك هدوء في هذه اللحظه بالتحديد، ولكن كما قلت لك منذ دقائق كان هناك اجواء مشحونه وجري من كلا الجانبين، ثم يعود الهدوء مره اخرى، ثم يحاول طرف المتظاهرين بالرمي الحجاره التهويش بالاسلحه البيضاء، فيعود الامن ويجري حتى يخوفهم ويعودوا الى الخلف، فتعود الاجواء للتوتر مره اخرى. فلا يبدو ان الموضوع سينتهي قريبا محمود، لانه الاعداد كبيره، الاعداد امامي كبيره جدا، وهناك اعداد انضمت منذ فقط حوالي 10 او ربما 15 دقيقه. هل هذه الاعداد تقدر بالمئات بالعشرات ام بالالاف ضحى؟ هي بضعة آلاف، هي أعداد فعلا كبيرة اتجهت إلى مسيرو. لكن حتى فقط نضع المشاهدين في الصورة، هناك أعداد انضمت من المرة في الشارع وهم يقفون لا يأخذون أي أي جانب، هم فقط بيتفرجوا من فوق الكوبري، لكن هم كانوا مع المسيرة أيضا. لكن أيضا الأعداد التي كانت تحمل أسلحة بيضاء كبيرة جدا وكانت ترفع الأسلحة البيضاء أثناء دخولها إلى ميدان عبد المنعم رياض متجهة إلى مسيرو، هي أعداد كبيرة، ولكن جزء منها لا نستطيع أن نتجاهله، هو جزء من الموجودين في ميدان التحرير. تعلم أننا لسه الساعة لسه مبكرة في مصر، فلم تأتي حتى 9:30 حتى الآن، وبالتالي التحرير أصلا كان فيه كان مليان ناس. ضحى الزهيري الصحفية شكرا جزيلا لك، وسنعود الاتصال بك إذا ما استجد جديد فيما يحدث في وسط القاهرة. وأفادت آخر الأنباء مشاهدينا الأعزاء إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 13 قتيلا حتى الآن، وهذا